أعلنت وزارة الصحة أنه لا يحق للمؤسسة الصحية احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية، حاثة الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937. وأكدت أن المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية نصت على أن تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطا بأي إجراء مالي. هذا التنبيه من وزارة الصحة ليس الأول ولا الثاني ولا الثالث، دائما تؤكد هذا الموضوع، النظام والقانون ينص على هذا الموضوع، ولكن بقي دور الأشخاص اللي ممكن يتضرروا من هذا الموضوع أنهم يساهمون في الإبلاغ على الرقم 937. الدور الأكبر على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة اليوم أنه تلتزم بمثل هذا القرار. حقك راح تاخذه، راح تاخذه، هنالك مسارات قانونية واضحة تجيب لك حقك بالكامل، ولكن النظام يجب أن يسير بشكله الحازم والحاسم والقاطع في مثل هذا الموضوع. واضح الأمر وأعيده مرة ثانية، لا يجوز أو لا يحق للمؤسسة الصحية احتجاز الجثامين والمرضى أو الأوراق الثبوتية بسبب أنه في مطالبات مالية. يعني اليوم في مطالبة مالية متأخرة على هذا المريض، ما يحق لك أنك تبقيه حتى يسدد، تقدم له الخدمة الطبية اللازمة، يخرج من المستشفى، وإذا ما سدد عندك طرقك القانونية للحصول على الحق كاملا. التنبيه الدائم من وزارة الصحة تجاه هذا الموضوع يعني أنه ما زال بعض الأماكن الخاصة عندها إشكاليات في هذا الموضوع يجب أن يتجاوزوه. وزارة الصحة تحذر على المواطنين والمقيمين إجمالا أن يتجاوبوا مع مثل هذا الموضوع ويبلغوا، وفي المقابل على المراكز والمستشفيات الخاصة التي لم تستجب حتى الآن أن تستجيب، وألا نقابل أي أخطاء مشابهة إنفاذا للنظام وللقانون الموجود. شكرا حقيقة لوزارة الصحة أنها تنبه وتحذر دائما، وأنها تضمن حقوق الجميع وكل الأطراف. نعود